فضيلة الشيخ، أنا قادم للعمرة وقد لبست الإحرام من ينبع على أن أعقد النية في محاذاة الجحفة، ولكني تعديت الجحفة بمسافة حوالي 50 كيلومتر ثم لبست وعقدت النية، فما حكم ذلك؟ الواجب عليك يوم ذكرت أنك رجعت للميقات وأحرمت منه، أما ما دمت أحرمت بعد ما تعديت الميقات يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.